خذلك هكذا تنسى من أهانك. الفيديو ده أنا عملته علشان من أكتر الأسئلة اللي بتبعت لي عن الأبراج، إزاي أنسى حبيبي اللي سابني، اللي جرحني، اللي تخلى عني، اللي وجعني، إزاي أقدر أرجع لحياتي الطبيعية، إزاي أرجع إنسان طبيعي تاني. فقررت إن أنا أكتب بوينتس كده، إزاي تقدر تنسى حبيبك اللي مشي وسابك. كلنا في حياتنا قابلنا شخص أول ما قابلنا خطفنا كده بسرعة، وخطفنا خطوة قوية وبدأ يقرب ستيب باي ستيب، وإحنا مبسوطين وفرحانين وفي لهفة وفي حب، لحد ما دخل حياتنا بشكل قوي جدا، عارف عننا كل التفاصيل، بقينا بنبسط وإحنا بنحكي له كل حاجة عننا، بقينا بنبسط وإحنا هو بيدخل كده في تفاصيلنا وتفاصيل يومنا وتفاصيل عيلتنا ستيب باي ستيب وخطوة خطوة، لحد ما تحول من شخص غريب لشخص قريب. مش بس قريب، قريب قوي قوي. كلنا حصلت لنا ان احنا قابلنا الشخص ده اللي انت بتدخله في حياتك وانت عندك باشن ومبسوط وعمال تحكي له على اسرارك واسرار اللي تهمك واسرار شغلك واسرار حياتك واسرار عيلتك واصحابك، وعمال تقرب منه كل شويه وكل شويه تقرب اكتر واكتر وتشده ناحيتك اكتر، وانت مبسوط وفرحان عمال تديله كل الاهتمام وتدعمه، كل يوم تتكلم معاه في تليفون، ولو ما اتصلتش بيك الصبح تحس ان يومك ناقص، ما بعتلكش المورنينج تاكست بتاعته تحس ان في حاجه غلط في يومك، انت في حاجه كبيره جدا ناقصاك، وتفضل تدور عليه في المسجات بتاعه الماسنجر والواتساب، وكأن الشخص ده خلاص سعادتك وفرحك وهناك بقى متوقف عليه، وانت عمال تديله اهتمام وتديله حب وتديله رعايه، والشخص كل شويه يقرب ويقرب، وانت تديله ثقه اكتر وتحبه أكتر وتتعلق بيه أكتر، وفجأة من غير أي سبب أو سبب أي حاجة يجرحك ويهينك ويوجعك ويبعد 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 ويروح ويفضل يبعد يبعد، وانت بتتقطع وانت مخنوق وانت متضايق وانت حاسس ان حياتك بتضيع منك، كأن خلاص انت السعادة والفرح اختفت من حياتك. كلنا حسنا كده في يوم الايام، مفيش حد ما حسش بمشاعر، رؤساء الدول في يوم الايام حسوا بالمشاعر دي على فكرة يعني، فمفيش حد بعيد عن هذه المشاعر، مفيش حد ممكن يجي يقول لي انا ما حسيتش المشاعر دي. في لحظة واحدة بقى حياتك بتتشقلب، تحس ان انت بقيت بلا طعم بلا معنى، كأن الشخص ده خطف قلبك وجري. هل هتروح تجري وراه عشان تجيب قلبك ولا هتعمل ايه؟ قولولي هتعملوا ايه. كأن هو بقى حد تاني خالص، وفجأة قلبك انصار انصار انذار، بتحول الشخص ده من اقرب الاقربين لشخص غريب. عمر كان اقرب الناس ليك بدأ يجرحك، بدأ يوجعك، بدأت تبكي بسببه بعد ما حافظ على كبريائك وعزة نفسك وغرورك، حافظ عليك. واكتر حاجة لازم تعملها انت تختار ان انت تحب نفسك، حب نفسك قوي، دلل نفسك، اختار نفسك وانساه. هتنساه ازاي؟ انك ترجعه غريب زي ما كان، رجعه لمكانته الاولانية، خليه يحلم ان هو يسمع صوتك، خليه يحلم ان هو يكلمك تاني، خلي اكتر اماني ان هو يحس ان انت لسه فاكر اسمه، صدقوني هتفرق معاك. رجعه لحجمه الطبيعي وحجمه الحقيقي، اقطع علاقتك بيه بكل الاشكال، يعني شيله من على السوشيال ميديا، شيله من على الانستغرام، من على الفيسبوك، من على الواتساب، امسح رقمه، اقطع علاقتك باصحابك المشتركين على الاقل الفتره لحد ما تحس ان انت خلاص
نزعته وشلته من قلبك. بطل تفتح الكونفرزيشنز القديمة اللي ما بينك وما بينه، بطل تدور على الصور بتاعتكو، امسح كل حاجة، كل الذكريات اللي تفكر او شيلها على جنب. لو انت كل حاجة كل حاجة كل حاجة لازم تتمسح، تجاهله فعلا كأنك مش شايفه، كأنه هو مش موجود، وهتمثل ان انت بتتجاهله او تبقى بتتجاهله قدامه، وانت بينك وبينه عملت رقبه، عملت تفتح البروفايل بتاعه، عملت تفرج على صوره، عملت تفرج على بوستاته. ما تعملش كده، يعني تجاهله بجد، بطل تشوف اي حاجة تخصه، بطل تسأل عنه، بطل تسأل عليه، بطل تهتم بيه، خلاص هو راح. لو كنت بتحبه وما حصلش نصيب خلاص it's over. هل ممكن تحبه أكتر من نفسك وتأذي نفسك؟ خليك فاكر جملة واحدة بس حد قالها لي قبل كده، لو كان خيرا لبقى. فعلا لو كان خيرا لبقى. أرجوكم، أنا عارفة أن كلكم ممكن تكونوا لما بتسيبوا حد بتقدروا ترقبوه، بتقدروا تفتحوا تشوف مين عمله كومنتس، مين عمله لايكس. التفاصيل الصغيرة دي هتقتلك، هتوجعك، هتتعبك، هتقلمك، فما تعملوش كده علشان هتتعبوا قوي. انشغل في نفسك، حب نفسك، اعمل هواياتك، اشتغل على نفسك، كبر نفسك، خلي كل الجرح اللي جواك وكل الألم وكل البين ده ينصب في حاجة واحدة بس، تفوقك، نجاحك، أهدافك، أحلامك. هو اختار ان هو يخرج من حياتك، هل هتتمسك بيه وتقعد تضيع حياتك عشان حد هو سعيد ومبسوط وعايش حياته وبيفرح مع اصحابه وبيتصور وينزل بوستات وانت قاعد بتعيط وتبكي وحزين؟ يعني حارب كل الطاقات السلبية اللي ممكن تجيلك، علشان انت اللي هتخسر، هتخسر شكلك، هتخسر نفسك، هتخسر شغلك، هتخسر طموحك. هو ما يستاهلش، او خلاص هو اختار انه يبعد، هو يختار انه هو يرحل، هو مش حاسس بقيمتك، يبقى انت ما تحسش بقيمته. هو مش شايف ان انت احسن واحد في الكون، يبقى هو ما يستاهلش ان انت تحس ان هو احسن واحد في الكون. هتتأثر نفسيا وهتتعب وهتعيط وهتسمع اغاني حزينة وهتبقى شايف ان الدنيا سودة، ده طبيعي جدا جدا، كلنا حسينا بنفس المشاعر دي. هتفضل تكسر في الحاجة وتشد في شعرك وتبقى اصفريت كده واصفريتي وشعرك وقع، عادي. بس قوم وقف تاني، قوم وقف وانت اقوى. عايزك تخليه يحس بحاجة واحدة بس، ان هو ندمان ان هو خسرك او ان انت بعدت عن حياته، وان هو مش هيقدر يعوضك مهما حصل. وخليه يفضل يدور في عيون الناس عليك، يفضل كده كل ما يشوف حد يدور لك على بديل. عارفين اغنية عمرو دياب هيعيش يفتكرني؟ خليه يعيش ويفتكرك، خليه يعيش طول حياته يدور على بديل ليك وما يلاقيش بديل ليك، لان انت احسن من كل بدايلك وافضل منهم وانت لا تقارن. خليك شايف كل احلامك وكل طموحاتك وكل الحاجات اللي كنت بتحلم بيها بتحكيها له كده وبيسمعها، خليه يشوفك وانت بتحققها وانت بتستمتع بيها. خليه يندم كل لحظه في حياته ان هو سابك ومشي، ويتمناك كده اللي هو يقول ياه لو يرجع يكلمني تاني. خليه يتمنى ان هو يشوفك تاني، يتمنى يسمع اسمك، ولما يسمع اسمك قلبه يدق بسرعه ويبقى مش مصدق ان انت كنت حبيبه في يوم من الايام. مش هو اختار ان هو يمشي، مش هو اختار ان هو يبعد. اختار نفسك، حب نفسك، اختار كرامتك، كرامتك مش هتتعوض. اوعى تحبه اكتر من نفسك، اوعى تشوفه احسن منك، ومش احسن منك على فكرة، انت احسن واحد في حياتك وانت اهم واحد في حياتك. وما تعملش بقى الحركات ان انت تروح تسأل صحابه، تقرب من صحابه عشان تبقى تسمع اخباره، بلاش حركات النص كوميدي. تجاهله بجد، تجاهله كأنه مش موجود، انت مش شايفه. رجعه غريب زي ما كان، امشوا. مبتعرفوش تمشوا يا جماعة، يعني بالذات البنات، بحس بنات كتير جدا تقولي ده ضربني وعمل فيا وراح صاحب واحدة صاحبتي، ولسه بتفكري فيه ازاي؟ يعني بجد انا الفيديو ده بجد خلاني اتأثر قوي، عشان وجعني بجد. لو كان خيرا لبقى، اكتبها قدامك كده، اقعد اكتبها، لو كان خيرا لبقى، لو كان خيرا لبقى، وقول لنفسك انا شخص قوي، انا شخص جامد، انا شخص ناجح، انا شخص جميل، استحق شخص يقدرني، يبقى مبسوط بيا، يبقى فرحان بيا، يبقى فخور بيا، مش يهني ويقلل من قيمتي. ما تقبلش اي حد يقلل من قيمتك. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، قولوا لي قصصكم،
وازاي قدرت تنسى شخص بتحبه، ازاي قدرت تنزع من قلبك شخص بتحبه. واعملوا شير لاي حد محتاج يسمع الكلام ده. ويا جماعه ادعوا ربنا كتير ان ربنا يعوضكم بشخص احسن منه وشخص افضل منه، واستغفروا ربنا وقربوا من ربنا. يعني ربنا بيبقى فيه كده باب كده، والله بجد لو طرقت باب ربنا تحس ان فيه راحه نفسيه طب مش طبيعيه وطمانينه قويه جدا جدا جدا. شكرا، باي باي، مع السلامه.